الآن يعني زميلنا المخرج عرض لنا وثائق على الشاشة تخص هذا العقد الفاسد الذي فيه أرباح أكثر من 70 مليون دولار كل شهرين، لأن السلة الغذائية راح توزع كل شهرين للعالم، مع العلم أنه هذه الصفقة هي غير مطابقة للشروط، وأصلا يعني أسعارها أكبر من باقي العروض. رأيك بهذا الموضوع؟ يعني بس يعني العفو ما جاوبت على سؤالك السابق فيما يتعلق بانه وزارة التجارة هو راح يصير رئيس الإجابة لهذا السؤال، يعني السؤال نعم السابق والسؤال نعم التالي. تعرفين انه يعني هناك ضغوط حصلت على مدير السابق لشركة المواد الغذائية على فيما يتعلق بهذه العقود وضرورة توقيعها لحساب هذه الشركات. ليش؟ لأنه هذه الشركات تابعة إلى أحزاب وكتل سياسية نافذة متنفذة بالدولة العراقية، وهذا هذا هذا غلط. لأنه هذا أنت إذا كان مثلا الشركة هذه تربح، ما خلينا نفترض 10% من قيمة العقد، ليش هذه 10% ما تروح إلى دائرة الأسواق المركزية اللي قبل قليل نتحدث عنها؟ وهي دائرة أنت عند وزارة التجارة لديها أسطول من الشاحنات اللي ممكن تنقل المواد الغذائية بدون تكلفة. أيضا لديها فروع يعني في دول العالم المتعددة، لديها علاقات اقتصادية تجارية مع هذه الدول، وبإمكانها أنه هذه العلاقات تعيدها أو تطورها بشكل أو بآخر، نعم وتستورد من عندها المواد الغذائية لحساب وزارة التجارة بدون وسيط. ليش مشكلة؟ هو وين المشكلة؟ المشكلة اللي نعاني منها انه مشكلة الوساطة بين وزارة التجارة وبين البلد اللي نستورد من عنده. يعني تخيل استاذ ضياء اليوم عقد واحد بفوائد 70 مليون دولار. بالتأكيد سيدتي، هذا 70 مليون دولار اللي انت تتحدثين عنه، هذا اللي وقع العقد، الشخص اللي وقع العقد، يعني ايش قد دفع للاشخاص اللي ساعدوه للحصول على هذا العقد. نعم. ثم هناك يعني احنا اذا اريد نفسر هاي 70 مليون دولار اللي تحدثين عنها، لا اعتقد انه الشخص اللي المستثمر او التاجر اللي وقع العقد لن يعني قد يطول 10 مليون دولار من العقد. ليش؟ لأنه يعني 60 مليون البقية هناك وسطاء توسطوا له للتقرب من هذا المسؤول وذاك المسؤول، المسؤول أيضا يحتاج إلى مبالغ، يعني بالتالي 60 مليون دولار راحت، هذه الأرباح راحت إلى الآخرين وهو حصل على 10 مليون دولار. لذلك إحنا إذا نتحدث عن، وهذا رقم بسيط يعني 70 مليون دولار، يعني في وزارة التجارة عقود، وبالعكس حد هي العقود أبرمت وأجت المواد لكنها لم تستخدم في بالتوزيع. ليش؟ لأنها طلعت غير مطابقة للمواصفها، يعني وكثير من المواد ذبوها حتى بالنهر، يعني ذبوها بشط العرب، ذبوها بالبحر. ليش؟ لأنه خاصة فيما يتعلق بالحنطة. نعم. الحنطة مضروبة طاعون، الحنطة مضروبة يعني بكتيريا كثير، هاي يعني كثير من الأمراض تجي هاي. ليش احنا نستورد مواد مضروبة في حين انه قادرين انه احنا نروح الى نروح مثلا نروح الى استراليا، نروح الى كندا، نروح الى بلدان تنتج الحنطة ونستورد منها؟ زين استاذ، ليش احنا ما نقدر نزرع الحنطة اليوم؟ وهذه هم مصيبه ثانيه، لانه يعني هاي ابسط شيء احنا لانه نقدر خلي خلي يعني لا 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 مصيبه مو لا لا عفوا مصيبه مو بالحديث، المصيبه الثانيه انه الفلاح ما جاي يلقى دعم، حتى اذا لقى الدعم من يجي يسلم المحصول مالته وهو تعبان بي يحتاج الى سنه. لان احنا لغايه الان وزاره التجاره تدفع مستحقات الفلاحين مال سنوات سابقه، مال 4 5 سنوات سابقه. يعني طيب هذا منين يجي؟ يعني هو هذا الفلاح يعني يعيش على هذا المحصول، وانت يجي سنه كامله يعيش على المحصول، ويجي بالتالي يقول له تعال تاخر لك سنتين ثلاثه، منين يغير يروح يبدل زراعته الى اصناف اخرى وينتهي الموضوع. نعم. لذلك احنا ما نتحدث عن الدعم اشكال كثيره. اولا الدعم بالاسمده، الدعم بالاغطيه، الدعم بالوقود، الدعم بالكهرباء، الدعم ايضا يعني اليوم تسهيلات اخرى. نعم.
دعم حتى دعم بالتسهيلات الماليه فيما يتعلق بالقروض. نعم. هذا هاي اشكال الدعم. انت من تدعمين يعني هنا احنا بنتحدث عن دعم الفلاحين ليش؟ لانه احنا بدل هاي الاموال اللي مثلا هذا 70 مليون دولار اللي حضرتك تتحدثين عنه. نعم. بدل ما اعطيها انطيها تروح رشاوه لهذا الشخص او ذاك، انطيها للفلاح العراقي، ادعم المصالح المحاصيل الزراعيه، ادعم الحنطه، ادعم الشعير حتى يكون عندي انتاج وفير من 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 امن هذه المحاصيل الاستراتيجي وامن البلد غذائيا. اذا امنت البلد غذائيا على الاقل يعني الدوله ترتاح من هذا الجانب. ولا تفضلي يعني هسه الان وزاره التجاره تتحدث عن انه طرح الطحين صفر، منين تجي من الحنطه هي لازم راح تستوردها، وهذه امور كثيره.